اللي هي عملية ريجلاج نفار، تعديل الضوء هذايا، خاطر فما ناس تشكي يعني كون الضوء نتاعو واطي أو عالي أو وما لقاش مشكل، وحتى كي بالريجلاج ده يعني من نص السيارة ما يعني ما يعطيش الحاجة اللي هو يحب عليها في الطريق، يعني يعطيه واطي يعطيه عالي وعنده مشكلة شوية، وممكن ما يعرفش، فما ناس تعرف فما ناس ما تعرفش إن هو فما ريجلاج آخر في الضوء من غير اللي موجود في السيارة، تنجم تتحكم فيه أنت زي ما تحب. أما نصيحة لإخواني اللي باش يمس الريجلاج هذايا، نصيحة ما يحاولش يعني يتعدى الحدود نتاع تعلية الضوء، لأن باش يزور الغيرة وممكن يتسبب في قتل، يتسبب في حوادث، يتسبب في كذا، باش هو يشوف الطريق وغيره يعني يتضر من الشيء اللي مقابله، يعني من الضوء العكس اللي مقابله، يولي ما عادش يشوف الطريق، يولي تحصل له مشاكل. هذه نصيحة نقدمها لأخوتي كلها، وماذا بينا كي نعملوا حاجة نعملوا حاجة تفيد وتدخل الجنة، ما نعملوش حاجة يعني عكسية، وهذا ما نحبوش. إن شاء الله ربي يهدينا جميعا. بالنسبة لموضوعنا اللي هو متاع ريكلاج لي فار، هذه مثلا عندنا في الميغان، هذوما فيهم كما قلت لكم ريكلاج داخلاني في السيارة، وفيهم ريكلاج براني. عندنا ريكلاج براني اللي هو نتاع ريكلاج الفنار، هذه عندنا هذه تسمى ترو، هذه الثقب هذا فيه حاجة تسمى هيكم في الفنار هنا برا تعدل الضغط، اللي هي يا اما نجيبوا تورنيفيس عادي يكون عارض شويه هكا من قدام، ولا نجيبوا مفتاح زي هذا نحطوه هنا في المكان هذا، وهذا باش ندور انا يمين يسار باش تتحرك هذه، لو تحرك لان تو هو عندي الضوء الفنارات هذوما معدلين ما نحبش نلمسهم، تو نوريكم في فنار اللي هو، وانا نجيبوا مفك او تورنيفيس او حاجه على قد هذيك ندوروا بها هذه كيف كيف. عندنا تو نجيب الفنار هذا يتوقف نار على برا اللي هو نعمل لكم عليه تجربة اللي هي هذه. ش عندنا احنا في الفنار من الخلف؟ في الفنار من الخلف عندنا هذا، عندنا القطعة هذه، شفتوا القطعة هذه اللي هي تمشي من وسط السيارة، في وسط السيارة وقت انت تدوس على الفلسة هذيك تطلعها فوق وتنزلها، انت تشغل في هذه، هي فيها محرك يطلع الفنار، يعني فما هذا الكابتير الدخلاني او اللي يسموه اللوب الدخلاني يولي يطلع يهبط بالوحده هذه بالقطعه هذه. انا وقت حطيت لكم هنا التنويس هنا اللي هو المفك او المفتاح حطيته هنا، انا حطيته في القطعه هذه شفتوها هذه، كاني حطيته في القطعه هذيك او مفتاح اللي هو هذا او مفتاح هذا شفتوه، يا يعني اما نجيب مفتاح زي هذا اللي نحطه هنا في المكان هذا، لين تحس يوقف مع الشيء، يعني خاطر ينجم يطيح، ينجم يجي منه، لا في مكان معين تنجم تشوفه حتى بالعين تحط فيه المفتاح باش تدور. انا هنا واش نعمل؟ هذه باش ندورها، هذه ايش تعمل كي ندورها؟ تطلع وتنزل في توا نشوفوا هنا ساعة، أولا لازم نثبتوا في هذه مكانها راكب ولا لا، شفت كي تحركها معناتها راكبه في مكانها، مادام هذا يتحرك معناتها راكبه في مكانها، فهمتوا؟ مادام هذا يتحرك راكبه في مكانها، معناتها رجعوها هنا مكانها وخلوها، وإذا كان مش راكبه فيه لسان، نشوفوا مع بعضنا ما يسالش، كان مش راكبه ثم لسان اللي هو لازم يكون داخل ثم كل الراس هكا، وفيه عنده مكان يدخل فيه، مش هذيك ما تخلوش سايبه خاطر ما كانش لازم وقت تمسها من هنا تلقاه مش يلعب من هذا تو، هاو شوف هنا يلعب شفته، كان هو مش شاد مكانه تلقاه يلعب شفته، واذا كان ماسك مكانه وصحيح تلقاه ما عادش يتحرك شفته، كي تحرك من هنا من تالي اللي هو هذا. باش نجي هنا تو انا باش نحاول نمشي هذه اللي هي باش نزيد منها نطلع، يعني لاحظ معي هنا الوحده كيش نازله كيش تخدم كيش نازله 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 شفتها، يعني هذا في الفتح
ينزل الضوء يعني في الفتح ينزل الضوء، وفي الربط يطلع الضوء العكس يعني. شفتها؟ هذه هاو من هنا تو باش نتعاون نطلعها. شوفوا معايا مليح، شفتوها؟ عمال تطلع عمال تطلع. لين في مرحلة معينة تسمع تكتيكة اوف، هذه حاجة. بعد نرجع نعطيكم فكرة على العلم وصول الضوء. حسب علمي وحسب ما نعرف تقريبا لازم يكون الكود اللي هو هذا 18 متر، يعني بعيد على السيارة 18 متر ويضرب لوطة في الكياس، يضرب لوطة، لازم يكون لوطة. بالنسبة للي صار اليمين كي تعطيها شوية حتى 18 ونص 19 مش لا باش توريك أكثر. والاتجاه يعني إذا كان فيه فما من فنارات فيهم دو ريكلاج، فما كيما الميكانيكا وهذه فيها ريكلاج واحد، فما بعض الفنارات تلقى فيهم زوز ريكلاجات، يعني الكود يتحكم واحد والفار يتحكم واحد. هذه ما عندكش حل فيها الا في مكان واحد، لان يتحكم هو هذا يتحكم في الريكلاج نتاع الفار. باهي ال ال يعني العمليه يعني كون ديما اليمين طلع اكثر من اليسار شوي. وحاول يعني اذا كانك انت مثلا ما تعرفش او بالمتراج، حاول في الليل توقف قدام، يعني تحط السياره على يمين الطريق او في مكان معين على اليمين، وتشعل الضوء اللي هو الطويل نقول احنا الفار ضوء طويل، وتحاول تجي على بعد نقول 20 متر او 25 متر او 30 متر بالنسبه للطويله، خاطر القصير لازم ما يفوتش 18 نص على اليمين 18 على اليسار، لان اليمين ياخذ اكثر علو باش يوريك الحرف الكياس على اليمين. نحاول نجي في مكان ما بين 20 25 30 متر. استغفر الله. بالنسبه للكود تحاول تمشي حوالي 20 متر، تبعد على السياره 20 متر وتشوف هل ترى يضرك في عينيك ولا لا. كان يقلقك في عينيك راه باش يقلق غيرك. ديما نتكلم على الكود، لان الفار هذاك الفار تتحكم فيه انت من بعد، لان ما تقدرش تمشي بالفار وانت سيارة مقابلتك، يعني ما تنجم تشعل الفار الا في مكان معين اللي ما فيش سيارات باش تتحقق من الطريق. بالنسبة للكود نقدر يعني حوالي 18 19 متر على اليمين و 18 متر على اليسار، يعني وتمشي انت توقف على بعد 20 متر مثلا وتخلي الكود يشعل وتشوف اذا كان هو يعني ضرك في عينيك او تقلقت منه. اذا ما بديت تنزله لان كيما تقلقت انت باش تقلق غيرك. وكان هو انت يعني حسيت روحك مرتاح ومش مقلقك مثلا، خاطر اقرا حسابك اللي فما لابس مرايات نتاع النظر، فما اللي نظره ضعيف، فما اللي اجهر، نقولوا احنا اجهر يعني الضوء يسبب له مشكله، ولهذا حاول الانسان باش ما يضرش غيره. ان شاء الله تفيدكم العمليه هذه يعني وتفيدوا بها الناس، وما تعملوش حاجه كيما نقول ديما نوصيكم ما تعملوش حاجه اللي تضر غيركم، لان حرام ومش به. يعني الانسان يحاول بشيء يعني يديباني راسه هو بركة، اعطيه هو بركة يمشي وغيره ما يهموش، هذه راهي طريقه ماهيش نتاع مسلمين. يعني يقول لك يعني يعني اخطا راسي واضرب، هذه ما تجيش، هذه ما فيهاش، هذه مش حل نتاع مسلمين وحرام علينا يعني يوم القيامه نتحاسبوا عليها. ولهذا الانسان يحاول يعمل حاجه، حتى كي نعلمكم حاجه حاولوا اعملوها اللي ترضي ضميرك وترضي ربي. حتى ولو شفتني انا غلطت ما تغلطش كيف انت، ونبهني. إن شاء الله العمليه تفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.